تعكف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعديل أجور الربط البيني بين مشغلي الاتصالات وفقا لتغير الكلف بما ينعكس على أسعار مكالمات الشركات المقدمة للمستهلك النهائي، حيث يجري تعديل الأجور كل 4 سنوات. تفاصيل أكثر يطلعنا عليها مدير الشؤون الاقتصادية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موفق القاضي. أهلا بك سيدي. يا هلا فيك. بداية، ما المقصود بالربط البيني بين مشغلي الاتصالات؟ تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالعادة كل فترة بوضع استنادا لقانون الاتصالات المادة رقم 12، حيث تخول هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالعمل على وضع أسس لأسعار خدمات الربط البيني، أسعار وأجور خدمات الربط البيني بين المشغلين، وبما ينعكس ذلك على المستفيدين النهائيين في السوق المحلي. أجور الربط البيني في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نقوم بتسعير الخدمات الربط البيني التي أهمها خدمة إنهاء المكالمات الصوتية بين شبكات الاتصالات الخلوية، بحيث عندما يتمكن المستفيد من إجراء مكالمة هاتفية من شبكة زين إلى شركة أمنية أو إلى شبكة أمنية، تقوم شركة زين بالدفع لشبكة أمنية أجر محدد من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإنهاء المكالمات الصوتية على شبكة أمنية. بالعادة نحن في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سيد موفق، بما أنك تتحدث عن الأجور، يعني ما هي المعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد أجور الربط البيني، ولماذا يتم تعديلها كل 4 سنوات أيضا؟ نعم، أجور الربط البيني يتم عملها على عدة مراحل. نحن نقوم باتباع منهجية عالمية وفق أحدث المنهجيات في العالم، وهي تي أس ليريك، وهي الكلف الربط البيني طويلة الأجل، وهي مبنية على الكلف الحقيقية. يعني جميع الكلف الربط البيني أو جميع خدمات الربط البيني هي مبنية على كلفة تقديم الخدمة بين المشغلين، حيث يقوم المشغلين بتزويد الهيئة من خلال تشكيل لجنة مشتركة ما بين الفريق الاقتصادي بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمشغلين، وبالتعاون مع هيئة استشارية أجنبية تكون طرف محايد وعلى الحياد، لتقوم بتكلفة وتحديد أسعار الكلف الربط البيني بين الشركات، اللي هي أهمها الدقائق، خدمات إنهاء المكالمات، خدمات إنشاء المكالمات وما إلى ذلك. نعم سيد موفق، الفلسفة نعم. يعني طب كيف تغيرت أسعار الأجور على مدى السنوات الماضية ارتفاعا أو انخفاضا، يعني إذا تملك نسب في التغيير؟ نعم، يعني على سبيل المثال نحن نبني الأسعار على الكلف، كلف الشركات اللي بتقدمها هي الكلف الرأسمالية والكلف التشغيلية، ثم هذا ما يعتبر بالبسط، ثم المقام بعد ذلك يأتي عدد الدقائق، وكلما زاد عدد الدقائق بين الشركات قلت الكلف التي تحددها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتقوم بتبني نموذج، هذا النموذج اللي هو نموذج باستخدام منهجية الكلف المتزايدة على الأمد الطويل، نقوم بتجميع البيانات من الشركات لآخر 3-4 سنوات، ثم نقوم بإدخالهم في الموديل في النموذج، ثم يمر هذا المشروع من خلال عدة مراحل، أهمها مشروع جمع البيانات بين الشركات، ثم بعد ما يتم جمع هذه البيانات نقوم بطرح الاستشارة العامة للشركات، ثم الشركات تجيب على هذه الاستشارة العامة، ثم نقوم بإدخال تلك البيانات الكلف والدقائق والمجموع الكلف والترافيك اللي حدث من حركة هاتفية على الشبكات، إدخاله في المدل، ثم المدل يقوم بتزويدنا بالأجور الربط البيني لكافة الخدمات التي تقدمها شركات الموبايل وشركات الفكس أيضا. سيد إحنا على سبيل المثال كان عندنا متوسط الدقيقة بين الربط البيني 22 فلس قبل 10 سنوات، ونزلت الآن إلى 2 فلس، أي 90% من الكلفة على مدار 9 سنوات قد انخفض. وأصبحت الآن دقيقة الربط البيني الصوتية بين الشركات هي 2 فلس بدلاً من 22 فلس قبل 10 سنوات. يعني الآن هي 2 فلس حالياً. نعم، بالنسبة للموبايل كلفة الربط البيني هي 2 فلس للدقيقة الواحدة. سيدي، هل تعديل أجور الربط البيني له علاقة بجودة المكالمات وتغطية الشبكات؟
أكيد هو كلما قل الإنفاق على كلفة الربط البيني بين الشركات وأصبحت كوست بيس يعني مبنية على الكلفة، هذا يقلل من العبء المالي على الشركات فيزيد من تفرغهم للعمل على تطوير الجودة وتحسين خدمات الصوت وخدمات الانتشار أكثر. والذي يهمنا في هذا الأمر هو الهدف أنه من وراء تخفيض الأجور وبنائها على الكلف هو تحفيز المنافسة الفعالة بين المشغلين في تقديم خدمات الاتصالات بأجور ربط مبنية على الكلفة، وهذا من خلال احتسابها بمعايير كفاءة عالية تأخذ بعين الاعتبار النموذج المشترك بين الثلاث شركات، وهو ما يعرف بالإفشنت نعم. موديل، النموذج الكفؤ الذي يقوم على التسعير العادل بين الثلاث شركات. سيد موفق، لضيق الوقت لو سمحت بإيجاز، كيف يتم تحديد أجور المكالمات الدولية الصادرة من الأردن؟ هل للهيئة دور فيها؟ نعم، المكالمات الدولية نحن في عام 2010 قمنا بفصل المكالمات المحلية عن المكالمات الدولية، ومساعدة من الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات قامت في عملية تنظيم أسعار إنهاء المكالمات الدولية الواردة للأردن بحكم وجود تطبيقات السوشيال ميديا الكثيرة، بدأ الناس يلجؤوا إلى التطبيقات هذه مما أثر على إنهاء المكالمات الدولية، فقامت الهيئة بفصلها بدل ما تكون 2 فلس كانت 100 فلس الآن حالياً. أي مكالمة تأتي من الخارج للأردن يستطيع أن يتقاضى مشغلين الاتصالات الخلوية 100 فلس للدقيقة الواحدة، أي ما يقارب 10 قروش. فهذا دعم من الهيئة لأنه هذا السوق بلش أو بدأ يتلاشى أو يقل من 100%، الآن وصل إلى تقريبا 25% من المكالمات الواردة للأردن هي عبر الاتصالات الصوتية. نعم، مدير الشؤون الاقتصادية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موفق القاضي، كنت معنا عبر الزوم، شكرا جزيلا لك.